هذا وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، أن استمرارية ونجاح مبادراتنا ومن ضمنها مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي العزيمة هو نتاج للدعم الكبير الذي يقدمه عاهل البلاد المفدى حفظه الله والرامية إلى تسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالشباب في مختلف المجالات، خاصة المسرح الشبابي للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في معالجة العديد من القضايا المهمة. وقال سموه بمناسبة الإعلان عن انطلاق جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي إن هذا الحدث يعطي الشباب البحريني مساحة لتطوير الواقع المسرحي الشبابي، مثمنا سموه عاليا المشاركة الكبيرة والواسعة من قبل المراكز الشبابية والأندية الوطنية وذوي العزيمة التي جاءت متوافقة مع جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام الجودر في رفع عدد المشاركين في الجائزة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. ملتقى ثقافي ونافذة حيوية لأحد أعرق الفنون الإنسانية تحمل في طياتها مشهدا يسهم في تنمية المجتمع، جائزة للشباب البحريني الذي طالما أثبت جدارته في مجالات عديدة، مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للمراكز الشبابية والأندية الوطنية ولذوي العزيمة هي إحدى مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجالين الثقافي والإنساني. وللإعلان عن المبادرة عقدت اللجنة المنظمة لجائزة المسرح مؤتمرا صحفيا، وذلك للكشف عن تفاصيل هذا الحدث الثقافي والجديد الذي تحمله هذه النسخة. احنا على عاتقنا مهمة كبيرة جدا، احنا نرسم استراتيجية المهرجان، نحاول من خلال مقترحاتنا، الاسماء اللي نقولها، اللجان اللي نقولها، التصور للعروض، للندوات، للتقييم، للاختيار، نحاول نسوي شيء يعني يكون في مستوى اسم الشيخ خالد. لازم دي المهرجان يرتقي، لازم يكبر، لازم كل بحريني يفتخر فيه، لازم المهرجان دي تكون له علامة وبصمة في المهرجانات الخليجية والعربية. أهداف نبيلة ذات مسعى نبيل وجدت من أجله المسابقة، وهو تعظيم دور المسرح الشبابي في المراكز والأندية ولذوي العزيمة، إضافة إلى تطوير العمل المسرحي الشبابي في المملكة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى أن المهرجان في نسخته الرابعة شهد تطورا كبيرا وملحوظا من حيث عدد العروض المشاركة التي وصل عددها إلى 32 عرضا، الأمر الذي يؤكد نجاحه في الأوساط الشبابية. الشيء المميز في هذه النسخة وجود أكبر عدد ممكن من المراكز الشبابية وأكبر عدد من الأندية مشاركين في هذه النسخة. الشيء المميز أيضا مواصلة ذوي العزيمة اللي هم ذوي الإعاقة في المشاركة للعام الثالث على التوالي في هذه النسخة. استحدثنا في هذه النسخة لجنة لقراءة النصوص، هذه اللجنة مهمتها قراءة النصوص قبل لا يبتدون في العروض. أيضا الشيء المميز في هذه النسخة وجود لجنة استشارية مهمتها الرئيسية تطبيق توصيات اللجان السابقة في النسخ السابقة. إن شاء الله راح أكون هالسنة مشارك في مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد. طبعا أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على هالبادرة الطيبة ودعمنا إحنا كشباب، ويعطينا المسرح وزارة الشباب والرياضة اللي دعمونا وقدموا لنا هذا المهرجان اللي هو إحنا السنة الرابعة. المؤتمر الصحفي كشف أيضا عن سعي اللجنة المنظمة إلى ضم المسرح الجامعي للمهرجان، كما تم وضع جدول زمني للعروض المشاركة يشمل مرحلة تقديم النصوص ثم تقييمها وصولا إلى مرحلة الزيارات الميدانية حتى موعد انطلاقة المهرجان في أكتوبر المقبل. الجدير بالذكر أن المهرجان سوف يتزامن مع العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ندوات وورش عمل ومسرح متنقل، بالإضافة إلى فعالية بهو المهرجان.